يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة على العديد من بلدات جنوب لبنان، آخرها استهداف بلدات الخيام والأنصارية ومزرعة شرف ودير عامس ويحمر التي دمر القصف عددا من المنازل فيها. وكذلك شن طيران الاحتلال غارات على بلدات البسارية وشبيل ودمر منزلا في كفر تبنيت. وفي قضاء صيدا شن الاحتلال غارة على مبنى ببلدة عدلون ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من الأشخاص، كما استهدفت غارات أخرى بلدات معروب والريحان وكونين وحنين وشقرة ومجدل سلم جنوبي لبنان. ومع ساعات الصباح الأولى قصف طيران الاحتلال بلدات لبايا وزلايا في البقاع الغربي وبلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتسجيل عدد كبير من الإصابات إثر غارة استهدفت مبنى من 4 طوابق في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت. ووسط تلك الغارات أعلن وزير الطاقة اللبناني أن الاحتلال دمر كامل منشآت محطة المياه في مدينة صور، مؤكدا أن استهداف المنشآت المائية جريمة ضد البنى التحتية وتهدد حياة آلاف المدنيين في المناطق الجنوبية بحرمانهم من المياه. دبلوماسيا، يسود الترقب لمفاوضات وقف إطلاق النار مع وصول المبعوث الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت، وذلك في مؤتمر صحفي قال فيه هوكستين عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هناك فرصة لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل التي تشن عدوانا عنيفا على لبنان. وأكد هوكستين أنه أجرى نقاشا أيضا بناء مع بري وأن الحل أصبح قريبا دون ذكر تفاصيل أكثر. ومن جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الأولوية لوقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية. وشدد ميقاتي خلال لقائه هوكستين على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب. وكانت وكالة رويترز نقلت عن علي حسن مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني قوله إن لبنان وحزب الله وافقا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع الاحتلال مع بعض التعليقات على المضمون. والآن تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين. أهلا بك جوانا. إذن جوانا، ما تفاصيل زيارة هوكستين وما هي أبرز القرارات التي تمخضت عن هذه الزيارة؟ مرحبا إخلاص. على وقع خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في العاصمة اللبنانية بيروت والتحليق المكثف للطائرات الحربية، وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، بحيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعتين من الوقت. هو اللقاء الأول الذي عقده في جولته الثامنة إلى لبنان منذ بداية جبهة الإسناد في 8 أكتوبر. من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 1 استغرق لقاء هوكستين مع بري. صحيح أن هذا اللقاء تخلله الكثير من النقاشات والمباحثات، وخرج بعده آموس هوكستين بتصريح مقتضب من عين التيني كان أساسه أن هناك إيجابية وأن النقاش كان بناء ويبنى عليه، ورفض الرد على أي سؤال من أسئلة الصحفيين قائلا أنه لا يريد أن يتفاوض في العلن أو لا يريد أن يقود مفاوضات في العلن. ولكن مصادر متابعة لعمليات التفاوض أو لهذه الزيارة تقول في معلومات خاصة لرؤية إن اللقاء في عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناء. هوكستين تسلم من بري الرد اللبناني بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار متضمنا بعض الملاحظات وبعض التحفظات الأساسية على بعض النقاط، وهم للتذكير 13 بندا كانت قدمتها السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون إلى بري. وبما أن بري هو عراب التفاوض والمكلف من قبل حزب الله بإدارة عملية التفاوض، سلم هوكستين الرد اللبناني. بحسب ما علمت رؤيا أيضا بمعلومات خاصة أن النقاشات دارت بالدرجة الأولى على بعض البنود الإشكالية بالمقترح الأمريكي، وكان بري واضحا لجهة التأكيد على سيادة لبنان وعدم خرقها بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع كل التسريبات التي الإسرائيلية بالتحديد التي سبقت زيارة هوكستين إلى بيروت، وكانت تتحدث عن أن
إسرائيل لن تقبل إلا بحرية الحركة في جنوب لبنان إذا شعرت بأنها تتعرض لأي تهديد من حزب الله أو أن حزب الله خرق هذا الاتفاق. وبري كان واضحا مع المبعوث الأمريكي بأن سيادة لبنان هي خط أحمر، ولبنان لن يقبل إلا بالقرار 1701 ولا شيء زائد أو ناقص عن هذا القرار، لأنه كل الأجواء التي سبقت هذه الزيارة إخلاص كانت توحي بأن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي واتفاق لبناني أمريكي مع كل الشروط العالية ومع كل التصريحات التي كان يخرج بها إن كان المسؤولين الإسرائيليين وإن كان الإعلام التابع أو الإعلام العبري. بعد عين التيني توجه هوكستين مباشرة إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. اللقاء لم يدم طويلا، ولكن كان هناك أيضا تأكيد على سيادة لبنان. لعل العنوان الأبرز في الرد اللبناني هو التأكيد على ضمانة سيادة لبنان وعدم القبول بأي بند من شأنه أن يخرق أو يعرض هذه السيادة للخطر. بعد لقاء ميقاتي، وذكرت بطبيعة الحال ما قاله الرئيس ميقاتي لهوكشتين، في هذه الأثناء يلتقي المبعوث الأمريكي قائد الجيش العماد جوزيف عون في منطقة اليرزي. جوزيف عون وهو قائد الجيش هو المعني الأول بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، خصوصا عندما نتحدث عن تطبيق 1701 ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بما ينص عليه هذا القرار. هوكشتين التقى قائد الجيش، أو في هذه الأثناء ما زال يلتقي قائد الجيش. هو أيضا التقى المرة السابقة في 21 أكتوبر عندما زار بيروت أيضا في محاولة لوقف إطلاق النار، واصطدم بتعنت الإسرائيليين ولم يعد إلى بيروت. في هناك معلومات تتحدث عن أن الإيجابية التي قوبل بها هوكشتين في لبنان ستمكنه من العودة إلى تل أبيب لمعرفة جواب تل أبيب على الرد اللبناني. إخلاص؟ نعم جوانا، هذا على المستوى السياسي، ولكن ماذا عن الميدان وآخر التطورات ميدانيا جوانا؟ يمكن أن نقول أن الميدان العسكري حكمته وتيرة عالية من التصعيد خلال الساعات الماضية، إن كان على جبهة الجنوب اللبناني وإن كان من خلال استهداف عمق العاصمة اللبنانية ببيروت، من خلال استهدافات إن كان مارلياس وإن كان إسقاق البلاط بالأمس، وهي مناطق شعبية مكتظة بالسكان ومتنوعة الاتجاهات السياسية. مثلا منطقة إسقاق البلاط فيها عدد كبير من حزب الله وحركة أمل، هناك أحياء مكتظة وشوارع مكتظة، وتحدثت عن حصيلة الشهداء والجرحى. هناك أيضا غارة شنت ليلا على الضاحية من دون تحذير، ولكن بعد الرصد تبين أن المبنى الذي تم استهدافه عند الساعة 3:30 فجرا في الشياح هو أحد المباني التي كان حذر الاحتلال الإسرائيلي من قصفها ولم يقصفها، عاد واستهدفها بغارة ليل أمس من دون تحذير جديد. ولكن الضاحية اليوم وعلى بالتوازي مع زيارة هوكشتين بقيت محيدة اليوم عن الاستهدافات، بالتزامن مع الغارات التدميرية المستمرة على مناطق كثيرة في الجنوب اللبناني منذ بعض الوقت. تدك منطقة النبطية والبازورية في صور بغارات عنيفة جدا على أكثر من بلدة وعلى أكثر من منطقة، في وقت حزب الله استمر بوتيرة عملياته الواسعة واستهدف العمق الإسرائيلي، إن كان قاعدة جاليلوت في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية، وإن كان حيفا ونهرية ومستوطنات في الجليل. وكأنه يرد على كل ما أوحى به الاحتلال الإسرائيلي التفاوض تحت قوة النار، حزب الله في المقابل يريد أن يقول نحن أيضا نتفاوض بقوة النار. ولعل هذا التوسع وهذه النوعية في العمليات التي يشنها جاءت قبيل زيارة هوكشتين وبالتوازي مع زيارة هوكشتين إلى بيروت. أشير أيضا إلى العمليات التوغل البري أو المرحلة الثانية من التوغل البري التي كان أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي. هناك مقاطع مصورة تشير إلى
دخول القوات الإسرائيلية إلى منطقة طير حرفة في الجنوب اللبناني، بعدما نجح الاحتلال الإسرائيلي بخلق نوعا ما منطقة عازلة بتدمير ممنهج على مسافة 3 كيلومترات لكل البلدات الموجودة على الخط الأول مع الحدود مع لبنان. أشير أخيرا وعلى عجالة إخلاص أن اللافت كان اليوم وبالتوازي مع زيارة هوكشتين بعد الإعلان عن كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عصر هذا اليوم، عاد الإعلام الحربي أو عادت العلاقات الإعلامية في حزب الله وأعلنت تأجيل هذا المؤتمر الصحفي أو هذه الكلمة لنعيم قاسم إلى موعد يحدد لاحقا. والأكيد بحسب ما تقول مصادر متابعة لرؤية أن نعيم قاسم أجل هذه الكلمة بانتظار ما ستكون عليه زيارة هوكشتين، وبعدها يبنى على الشيء مقتضى. إخلاص. نعم، شكرا جزيلا جوانا نصر الدين مراسلة رؤية، كنت معنا من بيروت. ووسط الحراك السياسي، أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 13 إسرائيليا منذ صباح اليوم جراء استهدافات حزب الله، بينهم 5 جنود، حالة 2 منهم خطيرة. وفي المقابل أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهدافه تجمعات لقوات جيش الاحتلال في مستوطنات المنارة وكفار بلوم وأفيفيم بصليات صاروخية. كما أعلن الحزب في بيانات سابقة استهداف قاعدة ديفيد جنوب شرقية حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل بصلية صاروخية. وزعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان على الجليل الأعلى و5 صواريخ على منطقة تل أبيب الكبرى، قائلا عبر إذاعته إنه اعترض بعضها فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. وعلى مدار الساعات الماضية دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والجليل الأعلى بعد عبور طائرات مسيرة من لبنان بحسب وسائل إعلام عبرية. فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعمد الاحتلال إلى تدمير ممنهج لبلدات الحافة الأمامية من الحدود الممتدة 120 كيلومترا من الناقورة غربا إلى شبعة شرقا، مفخخا ومفجرا عشرات البلدات والأحياء بهدف إقامة منطقة عازلة. هي ليست مجرد جدران، هنا كانت منازل أهل الجنوب شاهدة على الأفراح والأحزان، على الانتصارات والانكسارات، بيوت تعج بذكريات حيوات كاملة قبل أن يحولها الاحتلال الإسرائيلي إلى أنقاض في لحظات. جنوبيون عديدون اكتشفوا عبر مقاطع مصورة منشورة كيف نسف الاحتلال بيوتهم بكبسة زر. ويروي علي مراد ابن بلدة عيطرون الحدودية لرؤية قساوة مشهد تفجير منزل عائلته. نحن اليوم مواطنين جنوبيين لبنانيين ما عندنا بقى بيت بالضيعة، فقدنا بهيدا البيت كل ممتلكاتنا، كل ذكرياتنا، صورنا، مكتبتنا، عائلة نحن تقريبا فقدت ذاكرتها بهي اللحظة. أنا بقرب من ضيعتي لما تكون غير متاحة، بتعلق بعيترون هي وبعيدة. أنا كنت عم برجع عيد بال10 سنين الأخيرة، ارجع عيد بناء علاقة انحرمت منها بالضيعة. أنا كنت عم خطط ارجع ازرع زيتون. قرى حدودية على الخط الأول مع فلسطين المحتلة باتت ركاما ببيوتها وأحيائها الواحدة تلو الآخر. سيناريو بدأ منتصف تشرين الأول بهدف تحويل المنطقة الحدودية أرضا محروقة بالكامل. وبحسب أرقام حصلت عليها رؤية من الدولية للمعلومات، أقدم الاحتلال على تفجير 29 قرية على امتداد 120 كيلومترا، لا سيما عيت الشعب وكفر كلا والعديسي وحولة والظهيرة ومروحين ومحيبيب والخيام وميس الجبل ورامية، كما أقدم على تفجير 10 مواقع دينية.
وتقول مصادر عسكرية لرؤيا إن هدف الاحتلال هو إنشاء منطقة تسمى بافر زون أو منطقة عازلة بعمق 3 كيلومترات خالية تماما من أي بناء أو عمران بما في ذلك الحقول والغابات، لاعتقاده بتأمينه حماية للمستوطنات الشمالية من أي هجمات محتملة في المستقبل. هو ليس استهداف فقط للبنى التحتية بل تدمير مقومات الحياة بهدف منع السكان من العودة إلى قراهم. العودة هي مصلحة أهل الجنوب وأهل البقاع وأهل الضاحية بالدرجة الأولى، ولكن هي مصلحة لكل الاجتماع السياسي اللبناني، ويجب أن تكون في سلم أولويات أي حل سياسي، أي حل سياسي وأي حديث عن تنازلات أو انتصارات ما بقى بتهم الكلمات. لا تضمن العودة المستدامة لأهل الجنوب هي خسارة إضافية يجب أن لا تقع. ربما نجح العدو في تهجير أهل الجنوب وهدم منازلهم، لكنه حتما سيفشل بمنعهم من العودة، وكما بعد كل حرب سيعودون إلى أرضهم وبيوتهم المهدمة ليفترشوا أنقاضها وترابها ويبنون بسواعدهم جدرانها ويحتضنون أغصان زيتونها لأنهم جنوبيون. من بيروت جوانا نصر الدين، رؤيا. وإلى قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال 3 مجازر جديدة راح ضحيتها 50 شهيدا و110 جرحى، وذلك ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الكلية إلى 44,000 شهيد و104 آلاف جريح. ومع استمرار استهداف المنظومة الصحية المتهالكة، جدد جيش الاحتلال قصف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع، ودمر مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوبا. وقال مدير مستشفى كمال عدوان إن خطر الموت يهدد حياة المرضى من كبار السن والأطفال لنفاد دواء وتفشي المجاعة شمالي غزة، مؤكدا أن جرحى يفقدون حياتهم يوميا لعدم وجود أطباء وأدوية في المستشفى. ووسط غرق خيام نازحين جراء الأمطار، قالت بلدية غزة إن حلول الشتاء في ظل استمرار العدوان يفاقم الأزمتين الصحية والبيئية جراء تراكم الأنقاض والركام بالشوارع. ومنذ فجر اليوم يواصل الاحتلال شن غارات متفرقة خاصة على شمال القطاع في مناطق بيت لاهيا وجباليا والنصيرات. تم استهداف هذا المنزل مكون من 3 طوابق من عائلة أبو ريالة في غرب مدينة غزة بالقرب من عبد العال. هذا المنزل يحتوي على عدد كبير من الإخوة الموجودين، الأهالي من السكان النازحين، ولكن تم استهدافه من قبل طيران الحرب. تم انتقال بعض من الشهداء وبعض من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، ولكن يوجد تحت هذا الركام عدد كبير من الشهداء. ما زالت الطواقم تعمل على إحلاء هؤلاء الشهداء. كنا نفطر مع بعض في الدار، فجأة طلعت من الدار قلت لنا أنا برجع، سمعت صوت قصف، فكرت دار جنازة، أنا برجع بلاقي الدار كلها نازلة بدور. طلعنا كلهم أطفال للشهداء، الشهداء فيش، لا كل اللي في الدار مشايخ وأطفال وعجز ورضع، يعني كلهم نساء اللي في الدار، مين بده يقبض؟ كلهم في الشغل وحد الشانة، كل اللي بنطلعهم قاعدين أشلاء وأطفال. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين إثر حصار قوات الاحتلال وقصفها منزلا وبيتا متنقلا بمدينة جنين، كما دهمت القوات منزل قيادي أسير من حركة حماس في مدينة نابلس. هذا وأفاد مراسل رؤيا بأن قوات الاحتلال تواصل منذ نحو 12 ساعة اقتحام مدينة ومخيم جنين، حيث تنتشر في عدد من الشوارع وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين، بينما تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للشوارع والبنية التحتية المدمرة أصلا بشكل كبير خلال اقتحامات سابقة. واستهدفت مجموعات المقاومة الفلسطينية في جنين جرافات وآليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة خلال الاقتحام. وفي مدينة القدس أطلقت شرطة الاحتلال النار على فلسطيني عند حاجز عسكري بمدخل مخيم شعفاط بزعم عدم استجابته لتعليمات التوقف.